قيادة شرطة محافظة كربلاء وكافة الأجهزة الأمنية نحملكم مسؤولية تغييب الإعلام المتظاهر عباس تركي نعمة الذي غيب منذ 3 أيام بعد عودته من تظاهرة يوم الجمعة نطالبكم بالكشف عن مصيره، وبخلاف ذلك سيكون للثوار موقف آخر لا يحمد عقباه. عاش العراق، عاش العراق. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة حول آخر التطورات على الساحة العراقية. ونبدأ مع موضوع إعمار مدينة الموصل. من يعطل إعمار مدينة الموصل؟ تحدث نواب ومسؤولون في محافظة نينوى وطرحوا تساؤلات بشأن ملف إعمار محافظة نينوى والتي تصل نسبة الخراب فيها إلى 80% بعد المعارك مع تنظيم داعش وما رافقها من أعمال قصف جوية وبرية تسببت بتدمير واسع جدا للبنى التحتية، وطالبوا الحكومة بالعمل على هذا الملف. طبعا بحسب نواف البرلمان وخبراء اقتصاد تحدثوا بأن العديد من المعوقات تعطل عمليات إعمار المدينة، ومنها اتساع نفوذ الميليشيات المسلحة وعدم وجود خطوات تنفيذية من قبل اللجنة المشكلة لإعمار مدينة الموصل. وقبل نحو شهر واحد شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة عليا لإعمار المحافظة ومركزها الموصل، وهي الأولى من نوعها، لكن اللجنة لم تخط حتى الآن أي خطوات لغاية الآن في متابعة ملف إعمار الموصل. النائبة عن محافظة نينوى محاسن حمدون تحدثت وقالت بأن اللجنة باشرت بالعمل وأجرت لقاءات مع نواب المحافظة وقد قدمنا رؤيتنا لما تحتاجه المحافظة من أجل الإعمار، مبينة لصحيفة العربي الجديد بأن عمل اللجنة هو إجراء لقاءات وحوارات ومناقشات ووضع الخطط للإعمار. أكدت أهمية أن لا يتم تسييس ملف الإعمار وأن يتم التعامل بشفافية ومهنية مع هذا الملف وحسب الحاجة لكل المناطق بالمحافظة، وأشارت تلمسنا جدية بالتعامل مع ملف إعمار الموصل، لكن المشكلة قالت ننتظر تنفيذا للعمل. شددت على أن المبالغ التي انطلقت لإعمار المحافظة يجب أن يكون لها أثر واضح بإعمارها، إذ أنها حصلت على أكثر من 420 مليار دينار من موازنة تنمية المحافظات، ومن مشروع إعادة الاستقرار حصلت على 115 مليار دينار، ومن صندوق الإعمار على 105 مليارات دينار. وهذه الأرقام عندما كان سعر صرف الدولار 1460 دينار. أوضحت حمدون بأن هذه المبالغ إذا ما تمت إدارتها بشكل مهني وجدي فسيكون لها أثر واضح بإعمار المحافظة. نحن كنا نعرف أنه كان المفترض يبدي عمل إعمار مدينة الموصل منذ العام 2017، وإحنا اليوم في شهر الخامس من عام 2021، لم يتحقق أو لم تتحقق أي خطوات جدية من قبل الحكومة ومن قبل السلطات المحلية في نينوى لإعادة إعمار المدينة خلال هذه السنوات. هم في البداية تحدثوا عن أنه تحتاج المدينة إلى مبالغ كبيرة، لو قسمت هذه المبالغ ولو كانت هناك وزارة التخطيط قد وضعت خطة حقيقية لإعادة الإعمار على مدى 4 سنوات لكان هناك فارق على الأرض في إعادة المستشفيات، إعادة البناء التحتية من المؤسسات، إعادة المدن، مدن بالكامل مدمرة، الكل يعرف ما حدث في الموصل. أوضحت حمدون بأن هذه المبالغ إذا ما تمت إدارتها بشكل مهني وجدي فسيكون لها أثر واضح بإعمار المحافظة. طبعا مسؤول محلي في المحافظة أكد بأن اللجنة المشكلة ما زالت أعمالها نظرية فقط من خلال بحث المشاريع ودراسة كلف الإعمار وتحديد الأولويات وغيرها من الخطوات، وبين بأن ملف إعمار الموصل هو ملف سياسي وأن هناك قوى سياسية ونفوذا لفصائل مسلحة بالمحافظة تسعى لإعاقة هذا الملف. معنا من الموصل محمود. محمود، من يعطل إعمار مدينة الموصل
وقد تحدث مسؤول في المحافظة بأن ملف إعادة الموصل هو ملف سياسي وأن فصائل مسلحة تعرقل إعادة مدينة الموصل. ما هو رأيك وأنت ابن مدينة الموصل؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تعرفون محافظة هذه القضايا؟ ما تعرفونها؟ العصائب والميليشيات، حتى الأعراب القديمة كلها اشتروها إيرانيين. السادي ذولا مثل البارحة يقول لك ممنوع التجوال، يلعبون بكيفهم. هذه جاءت فرصة يفوتون من هنا الصواريخ والكيمياوي والهذي من عرقلها، كلها معرقلتها العصائب هنا، ترى ما عندنا بس قاعد يعكر في شلون البرلمان. الحين ما والله هنا ما حد يمون. نعم. فلا حد يمون هنا على دشة. أبو الله سيطرة ما تمون. أخذي لك. والله هذا السيجوة هنا استعمل الموصل، سيجوة أعرابي بقدر الموصل بطراف الموصل داخل الموصل، كل سيجوة بالسيام ساحة الحديد أخذت الميليشيات. نعم. العصائب ساحة الغنم، سوق الغنم أخذت العصائب، سوق البقر أخذت العصائب، سوق المعاش أخذت العصائب، النقل والحديد أخذت العصائب. إحنا ما مشبعين اللقمة ما مطيناها، الوجود عاد يبوغونها هذولا اليولة هذولا. إحنا بس مجعدين محافظ أكلاوات هنا كلها من طبقة وأكثرها إحنا استعد قاعد يحكمونا هنا إيرانيين، حتى المحاكمة إيرانيين استعد، حتى إيرانيين قاعد يحكمونا هنا منطقة تركيف ومصر إيرانيين. يجي عجل ابن الخايبة كل شيء ما عنده أبونا سعود يقولوا روح 30-20 سنة روح معبد. هذه وين صارت؟ وين جرت؟ هذول بس قاعدين على الكراسي، كل عطلة بربيل وراح ياخذ الجرق وسمعتهم ذولا هذول عن الصمون دعموا يصلون ونحن نصوم ونصلي. يعني تقصد تقصد نواب الموصل واللي يداومون بالمحافظة لو منو؟ كلها ما حد يمون. الداعين امام الله ترى يمونون، فلا يمونون حتى الشارع على التنظيف وامر العصايب. نعم. تنظيف الشارع شنو؟ فلا حد يمون عليه. والله زين الحكومة برأيك الحكومة وينها عن ملف إعمار الموصل؟ يعني ما تقدر على هذه الميليشيات؟ لا ما تقدر. ليش؟ هذا من عقوب جت 40 مليار 40 مليار. نعم. هذا يقول له السياب لك 5 مليارات وادفع 45 مليار وانا علي شو يصير انا عندك؟ هاي شغلتهم صارت هيك. هذا اللي خرب الموصل وتكريس ابو مازن، هذا اكبر عميل بالتاريخ وانا مسؤول عن كلامي. هذا كله ماشي لك القوانين بالدفاتر، هذا مين مسنود من الفوق. جاب تكريت ينقلونه من التكريت على الموصل، من تكريت وروح عليه بدل يشوفوا بربيل كله يرجع شدات وهنا يتنابون الفطور من احد. الشوارع قاعد تفتر بالمنطقه تزع للفقرة. احنا ثمناتنا وسكراتنا بايجينهن ياخذون نصهن. ثمنات وسكرات هي ما ظل الدائرة مرضبوها، والله هنا ما حد يربط الجرادي. ايش عاطي سيدهم عاطي حد. نعم. فصعان الزربان. كل هذه كلها شلون دور البرلمان الجاعدين عندهم طاقة خيرة ما يقفل على الكراسي ومخلين صورنا الايرانية بالعراق. هذول مين هذول؟ هذول ساقطين ولا هذول عجائب قسامي؟ اذا سمعان بعجائب قسامي غنى ناصر كان ويجد. نعم. بس محمود يشوفون يمدرقون. محمود من الموصل كان معنا من الموصل كذلك ابو مصطفى. ابو مصطفى، من يعطل اعمار مدينه الموصل بعد مرور كل هذه السنوات في ظل حديث عن يعني سيطره ميليشيات واعاقه ميليشيات لملف اعاده اعمار الموصل؟ استاذي العزيز السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. حبيبي ما قاله الاخ محمود كله واقع حال. نعم. اللي معطل الموصل الخونة اللي يمثلون الموصل مع الميليشيات، وأيضا هناك كل رؤساء دوائر الموصل إلا ما رحم ربي كلهم خونة ويسرقون ولا يبالون لمدينتهم. اللي اتوا على ظهر الدبابة من 2003 لليوم وأربابهم والخونة والعملاء كلهم هم شاركوا تحطيم العراق، لكن للأسف الشديد للأسف الشديد الزينين من زوين وقاعدين ما
مدى يتحركون، لأنه كل ما يتحركون أصبح أما داعشي وأما بعثي وبعلاف سوالف يؤخذ ولم يرجع، يروح يعني ما يرجع لنا أبد، حتى أخباره ماكو. النبي بيبتزون، تعال على مراكز الشرطة، تعال على المرور، تعال على الدوائر الباقية، كليتهم إذا ما ترخي جيبك ما تقدر تمشي. واليوم رمضان، برمضان يتعاطى الرشاوي، فأهلها اللي مثلوها اللي زولها البرلمانيين وغير والمحافظ، ليش ما خلوا الأستاذ الجامعي اللي من ما قدر، ليش خيروا رأسا؟ يجيبون ولا الفاسد الفاسد، الميليشيات مسيطرة على الجزيرة، وجدك من البيت شعر، من الشعر بيت، أيضا هناك نقل من إيران مباشرة من على كردستان ثم على سوريا، المخدر وغير مخدر منتجات إيران لكي ينقذون إيران، هذول أرباب الإيرانيين، ما حد دمر العراق غير أرباب المجوش أكثر من أرباب اليهود. لا لا لا، اليهود يمكن لو تتفاوض بهم أحسن ما تتفاوض بهم المجوش، المجوش أقبح منا على الأرض هم واليهود، لكن من تجي هذول تلشري يعني العبر بالإنسان. نعم. زين أبو مصطفى، يعني يتحدث مسؤول في محافظة نينوى ويقول بأن هناك فصائل مسلحة تسعى لإعاقة ملف إعادة الإعمار، وبأنه الأمر لا يتوقف إلى هذا الحد بل للسيطرة على الملف الاقتصادي، المجالات الاقتصادية في المدينة، وهذا يعني الأمر مو جديد ولكنه مستمر. لا لا مستمر هو فعلا. نعم. من 2003 لحد الآن أستاذ العزيز. حاليا شكو حديد، شكو أنت، شكو شيء بثمر كله يتحول إلى دولار ويذهب إلى جوب المجوس، لكي يعني خلينا نكون واقعيين، للأسف من الأسف أقول للأسف الشديد، العرب هناك بعض العرب مع احتراماتي لهم، يعني المجوس عندهم مقالة قد يجوز ما يقبلون مني بعض العرب قالوها، وقالوها هن اللي بال 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 بالأهواز اللي السواق اللي يروحون هناك، قد يجوزك ياها هذه معلومة، هن اللي يروحون السواق يقولون أهل الأهواز يعني العرب الأقحاح الزينين اللي ما يريدون المجوس، يقولون هناك ما قال لهم، يقولون حيش سيدنا علي نمتطي علي لكي نغزو بها العرب وكعبة العرب، خلي يفكرون العرب ما يفيدهم غير أهلهم، انت شيعي وأنا سني حطك على راسي بس كون معدل، حوف المجوس أخي دمرت انت ميليشياتك، جايبني انت، انت جايني جهاد الكفاية، وين هذا الجهاد الكفاية جاتك لأخوك العربي؟ أخي شنو سني شيعي؟ ماكو سني شيعي أخي، المجوس اللي يقتل يضربني بيك مثل ما باليمن وسوريا، شوي انتبهوا يا عرب، يا عرب صحو. نعم يا أخي، هذا ماكو صحو للعرب مع الأسف. أبو مصطفى من الموصل كان معنا، شكرا لك. أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. حياك الله اخي عمر، حياك المحترمين، اهلا وسهلا بك، يعزك اخي ابو مصطفى. بالنسبه للمواطنين المحافظات الغربيه هم ما جوا عضى الدبابه، ولكن الزيوله الزيوله فايتك لو دنقوا رؤوسهم وندافعوا السلام على رؤوسهم على موت فلوس مكاسبهم. كلكم تذكرون العاقوب لمثال محافظ نينوى اللي ما عنده شرف يتهم المصريات في الدواعي، كنا سمعنا على مود يثبت منصبه ومكانه، وهذا الأموال المهجورة اللي سالقها العقوب من حاسبه من جابهم، بعدين جابوا هذا الجبوري اللي كان قاد عمليات مشنو سلم محافظ، احنا دمرنا الحمى من الزين. اخي عمر بالنسبة لينا والحقباء اجلكم الله بقالة حدوبة للميليشيات، هاي المكاتب الاقتصادية مهيمنة، وحتى موضوع العبارة هي سببها الميليشيات حتى تبقى تقتل تاخذ اتوات من الناس البقره. يا اخو عمار اكو سرقاتك ومشاريع العلوم ولا مسمينها الميليشيات، اين نينوى الشعب العراقي؟ ما تصير ابدا، ما طول اكو هذول الميليشيات الصول والدول، وما طول اكو شيء اسمه ايران، وما كل كان اكو اتباع السليماني واتباع الحكيم واتباع المقتدى والقزعلي والعامري، هذول ناس هذول لا أنا مو من الأصول العربية ولا من رحم طاهر كريم، هذول ناس خدم للمجوسية، فهذا تدمير يبقى. وشنو صلاح الدين هاي العظيمة اللي هم الرجال يدير هاي نماذج يتعفن حتى السامع؟ يعني أنت برأيك أبو نعم أبو ياس أبو ياسين، يعني تعطيل إعمار الموصل من قبل قوى سياسية وأحزاب وفصائل مسلحة ميليشيات في محافظة نينوى، هذا الأمر، هذا التعطيل، وين الجهات الحكومية من هذا التعطيل؟ وين الحكومة؟
بعد أربع سنوات عمر من استعادة الموصل. أصلا هي حكومة ما قدرت تسامح حكومة، ولكن تذكر الموضوع الموضوع عمر إذا صار عمار معناتها صارت مدينة، معناتها لازم يطلع من عندها الميليشيات. شلون يعمرونها؟ تبقى خربة ويقول بقول، وحتى مو كلكم شفتوا حتى الأنقاض أخذوها باقوا على الاستقرار وباعوه. كنا نشوف بعيوننا أدت مدينة تتحرر يا ولو ما تدمير يا تعيش. يعني من معقول مدينة تتحرر تبقى بيها الميليشيات؟ شو تسوي بيها الميليشيات؟ لا تستلم من الوزارة الداخلية وتدير لتون المحافظة. الميليشيات هي أقوى أقوى سلطة فوق كل القانون، تبقى تفوق هذا النائب. يعني الموازنة، الموازنة وينها؟ هم راح يقدمون بها عمارات بس يوزعون على الجبهم كل مشاريع وهمية. ومع الأسف مع الأسف على هذا الشعب يبقى لهذه الدرجة جامد. إخوان ما حد يفيدكم، ثقوا بالله العظيم لا كل شيء يسمع عملية سياسية ولا تستدزون معدهم شيء، غير يخربون وما مكتفين بالبوب إنه بالقتل، هذا بالعرق الطاري. وشفت ذاك اليوم الجماعة ما شاء الله صلوات على النبي سامراء يسلمونها الوقف الشيعي، مو على مود موقف الوقف الشيعي، لا والله، لكن هاي الدنيا مالكم الذلة شنو عنوانها؟ لوشعود؟ يعني ما نزفتها بأدل العراق ملا أبو الشيعة ولا مال أبو السنة، هذا العراق الجميع كلنا نتعايش فيه، بس العتبات المقدسة ما سلمت وكل العالم كانت حتى الإمام علي دعا باب خيبر يسامونه بالمزايد وياخذون من عنده ياخذون من عنده، هذا الوضع يدير الحكومة يا عمر. وأنا قلت عليك تحياتي لك. شكرا أبو ياسين من ديالى كان معنا. طبعا المسؤول المحلي في محافظة نينوى قال بأن الأمر لا يتوقف عند تدخل الفصائل المسلحة في الموصل على التدخل في ملف إعادة الإعمار، بل يصل الأمر إلى التدخل في مختلف المجالات الاقتصادية في المدينة. الأسبوع قبل الماضي الأغلب العراقيين تابعوا في مدينة الموصل حدوث اشتباكات بين عناصر من ميليشيا العصائب وأفراد أمن أسفرت عن جرح 4 مواطنين كانوا يتواجدون في تلك الدائرة، حيث تحدثت مواقع إخبارية محلية عراقية بأن الاشتباك حدث إثر خلاف بشأن صفقة شراء نخالة مع الطحين، وهي بقايا من القمح المطحون وتستخدم كأعلاف للمزارع. شفنا المقطع في وقت أحد المواطنين صوره، صار الخلاف، ميليشيا العصائب سحبت السلاح وقامت ترمي على جماعة الحماية أو الأمن في تلك الدائرة، صوبوا 4 مواطنين. طبعا بحسب مراقبين فإن المحافظة ما زالت خاضعة لسيطرة شبه كاملة من قبل الميليشيات التي حولتها إلى مصدر ربح مالي لها ولعناصرها، ما يعرقل التقدم في العديد من الملفات ومنها إعادة إعمار ما دمرته الحرب. من جانبه شدد المسؤول المحلي في محافظة نينوى الذي رفض ذكر اسمه على أهمية أن تتعامل الحكومة بحزم مع الملف وبجدية، وأن تدعم اللجنة بشكل واسع وتمنع أي تدخل من أي طرف بعملها. نعم، النائب السابق عن المحافظة نوري العبد ربة لم يكن متفائلا بشأن ملف الإعمار، الذي أكد بأن التخصيصات المالية للمحافظة لا تكفي سوى لعمليات ترقيعية لا تتجاوز نسبة 10%. نعم، معنا اتصال أبو شيماء من بغداد، تفضل أبو شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز. بالنسبة للموصل تقول أنت الميليشيات ما أخرت، مو تمام؟ لا، مو أنا اللي أقول، مو أنا اللي أقول، المسؤولين هم اللي يقولون. يا أخي الميليشيات جاب الميليشيات مو حررت الموصل، يعني الموصل هي دواعش مدمرت الدمور وجودول الفصائل والحشيد الشعبي. إيش عندهم فاتحين مكاتب اقتصادية؟ إيش عندهم فاتحين مكاتب اقتصادية ومتشلبين وبياخذون من الموازنة؟ أنت تكذب الواقع وتكذب كلام الحكومة وتكذب كلام البرلمانيين واقع الحال. يعني الشمس تغطيها بغربال يا أبو شيماء، وأنت صايم وحرام عليك. والله ما يحتاج، أنا مو جاهد أسقط، هذا واقع الحال، أنا دا أنقل واقع الحال يا أبو العم. يعني هم مو ملائكة أبو شيماء، هم مو ملائكة، مو ملائكة. أنا ما أحكي على الشهداء، أنا دا أحكي على اللي يمشون بدماء الشهداء، دا يسرقون بأموال البلد، دا يسرقون بأموال البلد، مسيطرين على البلد، فاتحين مكاتب اقتصادية.
ما هي هذه المشكلة. أنت اليوم تجي تحكي بدماء الشهداء ودماء التضحيات وتاكل من اموال الفقراء والسحت الحرام، ما يصير. اكو نفر نفرين مو زياد، بس شنو نفر نفرين؟ وين الحكومه العد ذول النفر نفرين وينهم؟ اي ما يصير يا اخي. انا ما حاكي، احنا ما حاكي عن الناس الزينه، احنا ما حاكي عن الناس الزينه، احنا نروح، احنا حاكين على الرؤوس الكبيره اللي تسيطر على البلد. انت اللي يسمع حكيك ابو شيماء، العراق ما شاء الله مرتاح، ما بي فساد، الاعمار 100%، ماكو مزابل ببغداد، الامور كلها تمام. هي هاي شيء منتهي من عندك. بعد شلون يا اخي؟ ما يصير يا ابن عمي، انت رجال مسلم وصايم. هذا واقع الحال، هذا واقع الحال يا 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 رجل، يا رجل اجى هو ميليشيا يعني. ابو شيماء هو ميليشيا قبل فتوى الحشد، قبل فتوى الحشد الجهاد كفائي. ليش انفصلت العتبه الفصائل من العتبات، الفصلت من هذه الميليشيات وقالت لك انا تابعه للقائد العام للقوات المسلحه، ما لي علاقه بهم، بعد ما لي علاقه بهم، طلعوا، اكو ناس طلعوا. انت قول لي فسر لي اياها، شنو ليش؟ يعني الفساد وصل للهامه، المتاجره بدماء الناس صار الامر عالمي، كل العالم يعرف به، فما يحتاج انه احنا والله نقول، احنا ما جايين نسقط، احنا وسيله اعلاميه تعكس الواقع مثل المرآة تعكس ما موجود على الأرض. أنا ما جايب شيء من جيبي، أنا دا أنقل تصريحات لمسؤولين، إن كان في نينوى ولا بغداد ولا البصرة حسب ما نتناوله في الحلقة. هذا واقع الحال، مكاتب اقتصادية موجودة الآن في أغلب المحافظات، ليس فقط في نينوى والأنبار والصلاح الدين، لا، أكو مكاتب اقتصادية موجودة بالبصرة، موجودة بالمحافظات الجنوبية، دا يتاجرون بدماء الناس، الناس ميتة من الجوع وهم مستفادين، هم مستفادين، هذا واقع الحال. نعم، أكو اتصال لو نستمر. أبو زيد من بغداد، تفضل أبو زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. أحيي قناة الرافدين صوت الشعب. حياك الله، يا أهلا بك. يا ريت تسمعني من الموبايل أبو زيد، يا ريت تسمعني من الموبايل وتنص التلفزيون للأخير حتى أقدر أفهمك. إيه أخويا وياك. نعم تفضل. نعم، قناة الرافدية صوت الحق. نعم، الله يسلمك. وحايا لعليها عالية، قناة الشعب العراقي، قناة الشعب المظلوم. نعم. إيه نعم، وكلامهم مضبوط، إن أكو مكاتب مال أحزاب وميليشيات تاخذ من الاعمار مال الموصل ثلثيا مو ثلث، انا اقول لهم. نعم. اي نعم، وهذا كلامهم مضبوط وكلام السياسيين مضبوط. نعم نعم، اكو هذا الشيء. نعم، وين الحكومه عن هذا الامر؟ والله الحكومه تدري، بس كل ثاني كعكه يتقاسمونها بيناتهم، هذا شيء معروف عند الجميع. نعم نعم أبو زيد. أي نعم، أنا أشكرك أبو زيد من بغداد، كان معنا طبعا مثل ما أشرنا بأن النائب السابق عن محافظة نينوى نوري العبد ربه قال بأن يعني تحدث وقال بأنه لم يكن متفائلا بشأن ملف إعمار المحافظة، وأكد بأن التخصيصات المالية للمحافظة لا تكفي سوى لعمليات ترقيعية لا تتجاوز نسبة 10% من حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، وقال بأنه لا أتوقع أن يكون هناك إعمار في المحافظة إلا للشيء البسيط، وأكد بأن المبالغ المخصصة للموصل تستهدف فقط إحياء وترميم شيء قليل من الماضي الذي كانت عليه. النائب عن المحافظة انتصار الجبوري قالت بأنه ما تحتاجه المحافظة من أموال لإعادة الإعمار قد يتطلب تخصيصات لعدة موازنات على مدى الأعوام القادمة. معنا اتصال من صلاح الدين، وليد من صلاح الدين، تفضل وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك عزيز. دعرف عن عالم المحتغلين. نعم تفضل أخي. ألو أسمعك عيني. تفضل عيني. المحتغلين عندي محتغلين يعني. نعم. صار لهم مدة خمس سنوات. نعم ايه تفضل، شنو قضيتك احكي لنا اياها.
يعني خمس خالي ولد اثنين يعني مشتغلين. نعم. حتى لا ما أنا أعرف يعني وين ما وين هم. ها ما تعرف وين مصيرهم؟ لا ما أعرف. وين تم اعتقالهم؟ من اللي أخذهم؟ سرايا السلام يوم 2016. من صلاح الدين أخذهم؟ نعم. نعم. ما رح تسألتوهم لو ما تقدرون توصلوا لهم؟ والله ما أعلم ما حد يعرفهم وين. نعم. نعم. ما راجعتوا الشرطة؟ ما راجعتوا مثلا سجون؟ والله راجعنا بس ماكو يعني ما حد يعرف يعني. نعم. الله يعينكم. نعم. الله يعينكم. هو هذا ملف المعتقلين المغيبين. يعني هذا الملف الإنساني وإحنا نطالب. نعم. وإن شاء الله يطلعون والله كريم. ونعم بالله. أنا أشكرك وليد من صلاح الدين كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود لكم. سويتوا ورا صدام بنيتوا لكم شغلة، سويتوا لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين ربك بالمرصاد. اكو وزارة مضبوطة؟ تربية، جهال، تخلف، مدارس ابتدائية ومتوسطة حشيشة، شكو شنو اللي سويتوه صار 16 سنة؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه. شباب مجورة، شباب ما عدها يطب عليها حمال يقطيني 5000 ارجع لنا روان. فرحانين عندكم دولة؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دولة البطيخ؟ الرافدين لأننا حضارة. هذا مركز المدينة، هاي الزبالة راح نغرق بيها مع السفر. ما عندهم رواتب يكونون، فلوس ماكو، دولة فقيرة احنا. شوف الزبالة مصطفى، شوف الزبالة، شوف الوصة، شوف كم ريحة، شمال حتى جلد مال صخر، حتى كروش مال هوش مشمورة. زين انت المواطن ايش بيك؟ اهلا بكم من جديد، معنا اتصال سعدون من الانبار، تفضل سعدون. استاذ احمد والديك الله يخليك، عندي ولدي راحوا ببر الزازي من 2016 صار 5 سنين تقريبا 3 اشهر الله يخليك. نعم. الناس رئيس الوزراء، الناس الخيرين راح ولدنا ما ادري ما ادري راح دقهم حاسبه ماكو ما بس على قناتكم فضلت وصول صوتنا للشرفاء، راحت ولدنا برا الزازه، راحت ما ادري وين راحت بهم الدنيا. كم ولد عندك راحوا برا الزازه؟ عندي ولدي اثنين والله استاذ، عندي ولدي اثنين. نعم. من 1/3/2016 راحوا خذتهم سيطره الرزازه. هسه لو عندنا شيء ما يخالف الحمد لله، كل شيء ما عندنا، انا موظف، هاري ولدي واحد منهم موظف عسكري هو، وكل شيء ما عندهم وراح ولدي، وصار 5 سنين تقريبا شهرين وكشمه راحت ولدنا استاذ العزيز. بس توصل صوتنا للشرفاء، رئيس الوزراء، للخيرين، الامم المتحده، بس يدعونا بولدنا، راحت ولدنا استاذ الله يخليك. لا حول ولا قوه الا بالله. اي والله استاذ الله يخليك، احمد الله والديك اخي العزيز. على قناتكم المفضلة هاي بك توصلوا صوت للأمم المتحدة، للشرفاء، لرئيس الوزراء، للخيرين، للبرلمان. اي والله زين، من اخذهم انت كنت وياهم؟ اي والله ساداني والمرأة، والله انا والمرأة والبنيات وبسيارة ونزلوهم ونهزم بينا السائق وراحوا ولدنا من 1/3/2016. ايش قد اعمارهم ولدك؟ سيطرة الرزازة. ايش قد اعمارهم؟ والله الكبير مواليد 94 والاخر مواليد 97. 94 ب 97
اي والله استاذ عندكم حاسبه محكمه الساعه محكمه الرصافه ما طلهم ذيك شيء ابدا. تروح المطارب الغزالي الدولي يقول لك ماكو روحوا على المحاكم، تروح على المحاكم السيد القاضي هناك ياه يقول لك دقم حاسبه مالهم اسم، وين نروح وين الناشيد من ويانا؟ اي والله رحم الله والديك العزيز. نسال الله ان يفرج عن كل المغيبين وعن كل المعتقلين الابرياء، سعدون من الانبار وقصه من قصص التغييب القسري في العراق. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل اخي صباح. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. بالنسبه لموضوعكم موضوع نعم. الاعمار والمحافظات المدمره يعني نعم. من الموصل الى الانبار الى صلاح الدين وديالى وحتى حزام بغداد هسه هم يعتبر مدمر او نعم. ما تهجير او مثل جرف الصخر اللي كارثتها ما تسولف البشر. فبالنسبه للموصل هاي المناطق اللي دمرت تحت يعني مطرقة ومسندة داعش الإرهابي والقصف الحكومي، يعني وقعهم الأهالي والناس الأبرياء والمدنيين بين القصف هذا العشوائي اللي تم تربيع الموصل بالكامل وتم قصفها وتم إزالة جانب كامل من المناطق، يعني مناطق هي كلها تراثية ومناطق قديمة البناء بها تم نعم. تدميرها بالكامل، واللي كان يشرف على القصف هذا العشوائي كلها تعرف العراقيين يعرفون قاسم سليماني كان له دور يعني دور سيء بالموصل يسموها تحرير وابو مهدي المهندس وغيرها اللي صار دمرت الموصل بالكامل. الميزانيات اللي صارت من الدمار لحد الان ليش ما يعني خلى مبالغ في سبيل اعمار هاي المناطق المدمره، يعني مبالغ يعني تسوى في سبيل اعمار هاي البيوت وتعويضهم المنشات الطرق كل شيء، ما خلى اي اموال. والمشكله مو بال الحكومة المركزية، المشكلة احنا اللي نعرفها وين هي نعم. بسياسي السنة سواء من الموصل او الانبار او ديالة او صلاح الدين، المشكلة بالسياسيين اللي موجودين جاي يمثلون هاي المناطق الموجودين تحت قبة البرلمان ما جاي يطالبون باموال حقيقية. يعني تدري يعني انت اخي صباح من عام 2014 عندما احتل تنظيم داعش الموصل، اذا نحكي على الموصل نعم. 14 و15 و16 و17 ذني 4 سنين اكو اموال يعني من الميزانيات لسنوات 4، يعني ذني قبل الاستعاده وين راح ذني؟ واذا حكينا هم 4 فوقها هاي 8، يعني انت عندك 8 سنوات ضايعه من الموازنه التشغيليه موازنه الخدمات لمحافظه نينوى. دكتور عمر اهالي الموصل والمحافظه ومجلس محافظه الموصل يعرفون هاي الاموال وين راحت، يعني ما تم صرفها بطريقة صحيحة، كلها تم سرقتها، والسرقة صارت بين الحكومة المركزية والسياسيين اللي كانوا يمثلون الموصل في ذلك الفترة من المحافظ ومجلس المحافظة، يعني تقاسموها بيناتهم نعم. ولا هي حرب موجودة وميزانية الدولة جاي تبيع نفط، جاي تبيع نفط وتقرر الميزانية وتتخصص للمحافظة يعني مليارات الدنانير العراقية، وين راحت هاي الأموال؟ تم سرقتها كلها تم سرقتها ومشاريع وهمية والأهالي يعانون لحد الآن. عندنا عدة ملفات في الموصل وغير الموصل، ملف الأعمار، ملف التعويضات، ملف المغيبين، ملف هذا اللي يحكيون به المصالحة الوطنية وإحنا عايشين النساء والأطفال بالمخيمات، أي مصالحة وطنية تحكيون بها؟ فالحكومة من المركزية متقصدة تدمير هاي المناطق وعادتها إلى 100 سنة للخلف، وصحيح حتى صارت كل المدارس تم تدميرها والبنية التحتية. صباح من بغداد كان معنا، وعذرا على المقاطعة لأن هناك اتصالات عديدة. معنا اتصال صفاء من الأنبار. صفاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. أحيي قناة الرافدين، قناة صوت الشعب. الله يسلمك ويخليك. عندنا مناشدة بكت الصنطات للحكومة المركزية. تفضل. أيوة احنا عقود وأجور وزارة الكهرباء نعم صارنا من 2019 متعينين لحد هاي اللحظة يماطون الرواتب، ما داعي يعطينا رواتب، فأنا دع الشهر نطلب رواتب، واحنا اصحاب عوائل واصحاب ناجرين بيوت ومولده وبعد حالتنا غير صلاحه يعني. ونطلب من قناه الرافدين فوق صوتنا المعنيين. نعم. اي والله واكون ممنون لهم وجزاهم الله خير بس يوصلون صوتنا. ان شاء الله صوتك يوصل اخي صفاء من الانبار كان معنا. فاطمه من بغداد. فاطمه تسمعيني؟
فاطمة، يبدو أن فقدنا اتصال مع فاطمة. إبراهيم من البصرة، تفضل إبراهيم. إبراهيم انقطع اتصال مع إبراهيم من البصرة. طبعا إذا نحكي على موضوع الموازنات، الموازنات المحافظات جاءت بشكل متفاوت في ميزانية عام 2021، يعني عندك نينوى وصلاح الدين والأنبار موازناتها بلغت 287، بينما إذا جينا على محافظات أخرى مثل واسط 653. ويا ريت هذه المحافظات يا ريت مستفادة من هذه الأموال، وهذا التفاوت هم ما يخالف، ما يروح شيء مثل ما يقولون ما راح شيء للغريب لابن بلدك، بس المشكلة أنه هذه المحافظات وضعها جدا سيء. يعني ثلاث محافظات 287 مليار دينار، ومحافظة مثل واسط ب 653، عندك ميسان 478، عندك المثنى اللي يشكل نسبة الفقر بها أكثر من 50% بحسب وزارة التخطيط 376، عندك نينوى اللي هي ثاني أكبر محافظة في العراق من حيث عدد السكان 124، هذا التفاوت. الأنبار 95، صلاح الدين 68، المجموع كله 287 ثلاث محافظات، بينما تلقى محافظات تعادل ميزانية ثلاث محافظات بثلاث مرات أو أربع مرات. معنا اتصال أم صلاح من كركوك، تفضل يا أم صلاح. أم صلاح من كركوك، تفضل يا عيني. والله نطالب نطالب القناة يطالبوننا بهالمقيدين من نعم من الإقليم. شو عندك؟ نطالب يعني شو عندك أم صلاح؟ يعني طالبونا. ماشي، شنو قصتك؟ نعم، موضوعك شنو بالتحديد؟ والله قلت عندي مقيد، عندي مقيد أخذوه من كركوك. بيا سنة ايش قد عمره؟ منو اللي اخذه؟ والله اخذه بال 2016، اخذه 16/10/2016. نعم، واخذه يعني لحد الان احنا ما نعرف وين راح. ايش قد عمره؟ وين اخذه؟ ناس كثير والله. 92 مواليد. مواليد 92، منو اللي اخذه؟ اي والله حتى هو منتسب، يعني ما عنده شيء بري، والله ما عنده كل شيء. هو منتسب وين منتسب؟ وطالب. والله منتسب كان بالموصد. يعني شرطة، جيش، شنو؟ لا والله جيش. بالجيش من اللي أخذه؟ أخذوا من هنا، يعني من صار التهجير احنا تهجرنا على كركوك وخذوا من كركوك من هنا. اي من اللي أخذه؟ أسايش، حشي، جيش، شرطة؟ أخذوا الأسايش. أخذوا الأسايش. اي أخذوا، هو منتسب وأخذوا من هنا وما نعرف لحد الآن ما عرف وين ودوا. يعني عسى وإن طالبونا الحكومة الإقليم تطلع لنا هالأبرياء وتطلع لنا وطالب. يعني زين تعرفون وين المكان لو ما تعرفون وين المكان؟ يعني مسجون ما مسجون ما تعرفون؟ والله ما نعرف وين ودوه، ما نعرف، ما خلّي يعني مجهة وما وصلنا، ما نعرف وين راح. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أي والله ما نعرف، يعني نطالب 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 قناتكم الكريمة إن شاء الله تطالبون نبيهم، وإن شاء الله يفرج عنهم بهالعيد. نعم. يفرحونا بهالعيد، يفرحونا. والله قلوبنا وريت، والله متنا يعني ميتين وإحنا طيبين، والله ميتين وإحنا طيبين. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعانكم الله. الله يعني إن شاء الله يا رب يوصل صوتك، ويا رب يفرج عن كل المختطفين والمغيبين. يعني هذا منتسب بالجيش وما أخذته، هم قوة في داخل العراق، تعتبر هي قوة أمنية، الأسايش، القوات الأمنية في إقليم كردستان. زين شنو موضوعه؟ ليش أخذته إذا عليه قضية غير ينحال إلى خلينا نقول مثلا محكمة عسكرية؟ هذه المحكمة العسكرية المفترض تكون في بغداد، لأن هو منتسب إلى وزارة الدفاع وأهله ما يعرفون عنه شيء. يعني لا المواطن العادي مخلص، لا المنتسب بالجيش مخلص، لا الشرطي مخلص. شنو هالمصيبة؟ شنو هالكارثة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال ما سمعت. أسامة من كركوك، تفضل أسامة. أستاذ عمر شلونك؟ يعني أهلا وسهلا بك، حياك الله، يا أهلا بك، تفضل. ممكن المشاركة؟ تفضل طبعا، أنت على الهواء مباشرة.
جزاك الله خير استاذ عمر. استاذ عمر طاقت موضوع حلقتكم حول يشهر اليوم. احنا دا نتحدث حول موضوع إعادة إعمار الموصل وهناك ميليشيات دا تعرقل موضوع إعادة الإعمار وجهات سياسية ليست فقط ميليشيات، يعني هم بيناتهم متفقين. نعتذر عندهم مكاتب هناك تصريحات لمسؤولين يقولون هناك ولا يعمرون. نعم هناك ميليشيات وقوى سياسية لا تريد إعادة إعمار الموصل بشكل صحيح، وهناك مكاتب اقتصادية تابعة للميليشيات ولأحزاب متنفذة تستفاد من الاقتصاد في الموصل. أما طول ما أكو مكاتب اقتصادية للميليشيات والأحزاب المتنفذة ما يتعمر كل شيء. أنا طاشي يعني ما عندي مشكلة بالأعمار، أعمار ما يعمرون. أستاذ عمر أنا كنت محتغل نعم عند الأسايش أسايش الاتحاد الوطني الكردستاني ريكتي تحديدا حول الأخت اللي تتصل قالت عندنا محتغلين احتغلون الأسايش مو بس يعني مجموعة احنا ما يقارب 200 واحد عاملونا معاملة يعني حتى النازيين ما عملوا اليهود مثل ما عاملونا. هاب يا سنة 2015 نعم اي نعم الله عليك اعتقلوكم من كركوك؟ نعم صحيح. من نفس كركوك؟ نفس كركوك نعم. السبب شنو؟ ايه يعني شنو السبب؟ سبب الاعتقال؟ ماكو اي سبب. نعم ماكو اي سبب. ايه فاعتقلونا عاملونا معاملة قاسية جدا جدا يعني ما توصف. نعم ايه الى ان الله سبحانه وتعالى بقينا 3 أشهر تقريبا. تسمعني استاذ عمر؟ اسمعك ما اريد اقاطعك تفضل. ايه بقينا 3 أشهر مشدد عيوننا وعلى الارض ننام قاعة كبيرة. نعم ما اتكلم ما مسموح. أكل ماكو أكل قليل جدا مي ماكو أتواليت أتواليت أجل لك الله يطعم 3 مرات باليوم يقول له نص دقيقة يعني أفتن كردي يقول له نص دقيقة يعني نص دقيقة طبعا ما إذاك يعني هذا وقت ما بيا سجن أخذكم وين بيا منطقة نعم؟ تعرف بيا سجن سجنتو ما بس شمور قبل أستاذ عمر إحنا عيوني مشددة ما نعرف ما تدرون نعم ما نعرف نعم نعم بعدين الله سبحانه وتعالى ثم وفد الصليب الأحمر نعم كبسوا على السجن وغطوا على الحر على المدير مال السجن وشافونا وسجلوا وسامينا بعدين انكشفنا دزوا رسائل لها النبي احنا موجودين بعدين احنا حارتنا يعني على وشك ان الموت القسم ماتوا بمسجن من التعذيب وسوء المعاملة حولونا الى الاستخبارات نعم هي استخبار الدقة أخوان ما عندي شيء قلبه ومحام الحمد لله طلعنا فمأساة يعني أنا أسأل هذا الأسأل اللي يدعي حقوق الإنسان هذا رئيس الجمهورية قال هو همي للشيء ورئيس الجمهورية همي للشيء أستاذ عمر أنا هيك شكل أقول نعم وبقت أعداد كبيرة أستاذ عمر يعني من خلال قناتكم تلقطوا على مسؤولين الاتحاد الوطني حصرا احنا شنو نفتش الاتحاد الوطني بقول صراحه انا في الابرياء يعني الناس شنو يقولون مجرم احيله محكمه بريء اطلق صراحه نعم يعني ظليتوا 3 أشهر محبوسين من قبل هذه القوات التابعه للحزب الوطني لا مو قوات اقول ميليشيات نعم ميليشيات الاتحاد الوطني الكردستاني هي ما شاء الله كل جهة وكل حزب مسوي له ميليشيا تسمعني؟ نعم بارك الله بك تسمعني؟ أسمع بعدين هم ما كان لهم أن يطلعونا بس طلعونا كذي ليش؟ نعم طلعوني أما الصليب الأحمر الوفد الصليب الأحمر كبسوا علينا وسجلوا سامينا وكشفنا نعم الحمد لله على سلامتكم ونسأل الله أن يفرج عن جميع المعتقلين الأبرياء أسامة من كركوك كان معنا فرج من الكوت تفضل فرج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك يا أهلا بك الله يسلمك ويخليك علينا وعليكم إن شاء الله الله يتقبل يا رب الله يحفظك والله هاي الحكومة شقل لك شتحت عليها قليلة بحقها الشغلة الثانية شكوا دول المخدرات والتجار المخدرات والحشيشة الله وكيلك يسرحون ويسرحون والباقي البقية يبقى بالسجين اللي ما عاد دواء يبقى بالسجين هذا وحده
اكو شغله حست بالكويت وتحديدا بالحج. واحد من الرمادي اسمه عمر على صديقه بالحج عندنا القوات الامنيه انا اسمه عمر اخذوه وكلمون مكافحه الارهاب. مكافحه الارهاب اخذت تقريبا بثلاث اشهر. ورا ثلاث اشهر اجى قطيع حتى على الدمج. شاهد الله هاي انا موجود بهاي الحادثه امامي انا الكويت شاهد حقي يعني واحده. هاي شو وقت صارت فرج؟ شو وقت صارت؟ هاي تقريبا صار لها بالسنه سنه ونص. نعم. زين هسه انت من اعتقدك لا هو مجرم. يعني هو حتى الولد شاف ومقدم حتى ابوه خلوا ابوه خذوه زين لا هو اسمه بالحاسبه تقول مجرم مطلوب لا شيء وجاء على صديقه يعني جاء صديقه يعني شلون مثلا نقول اصدقاء. نعم. واحد مر على الثاني هو خطيه هناك وابتلى على عمره ومن طلع اخذ سيارته خطيه من المركز يعني ما والله يرفع على حارته نقول الله يسهل يكون بعونه وما نقول غير الله يكون بعونه دول اللي معتقلين ابرياء الله سهل يعني ايش اقول لك تمشي على حالهم قطيه والله. نعم الله الله يشكر قناه الرافدين على هذه صوت المظلومين. الله يسلمك هذا اقل واجب نقوم به والله. نعم الله يسلمك ويخليك. أنا أشكرك فرج من الكوت كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.